يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب البلاد، بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للبرودة على جنوب البلاد. وفي ما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.